بقول لكم ايه، هو رمضان صبحي اتنقل للزمالك؟ وايه حكايه مدافع بيراميدز اللي هيروح الاهلي مجاني؟ من يوم ما رمضان صبحي مشي من الاهلي واتنقل لبيراميدز، وكل شويه يتقال انه هيروح الزمالك وانه الصفقه المنتظره للجماهير. لكن هل المره دي فعلا الصفقه هتتم؟ وايه حكايه انتقال اسامه جلال للاهلي نهايه الموسم؟ تعالوا نبدا بالصفقه المنتظره لجماهير الزمالك، وبدا يظهر عنها كلام كتير جدا الساعات اللي فاتت، وهي ان الاداره خلصت مع رمضان صبحي. لكن هل فعلا ده حصل؟ الحقيقه هي ان رمضان كان اكتر من مره موافق على الانتقال للزمالك، لكن بيجي في اخر مره ويقلق ويرجع خطوه لورا، وده مش بسبب حبه لجماهير الاهلي زي ما بعض الناس فاكره، لكن هو خايف على نفسه جدا، لانه لو ما قدمش للجماهير اللي هم مستنيينه منه هيبقى خسر كل حاجه، كمان قيمة الصفقة وعقده. مصادر في الزمالك أكدت إن هم مش هيقدروا على تحمل قيمة الصفقة دلوقتي نهائي، وكمان الرهان على الصفقة صعب جدا لأن هيبقى فيه ضغط جماهيري كبير، والأفضل إن الفلوس دي يتعاقدوا بيها مع مهاجم أجنبي قوي. نروح بقى لصفقة الأهلي المنتظرة، وهو أسامة جلال مدافع بيراميدز، واللي بقول لكم إنه خلص كل حاجة مع إدارة الأهلي بخصوص عقده، لكن ما حصلش أي تفاوض مع إدارة بيراميدز، واللاعب عامل مشاكل مع النادي بتاعه دلوقتي لأنه بيشارك في عدد دقايق قليلة جدا، والسيناريو اللي الأهلي مستنيه منه إن اللاعب يبقى فري ويتم التعاقد معاه عشان يحل أزمة دفاع الفريق. أنا خلصت أخباري النهاردة، لكن قصص وحكاوي الميركاتو لسه مكملة معانا، لان لسه في مفاجآت كتير جدا الفترة اللي جاية. كنت معاكم نهى الجوهري.